الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا بنرحب بالكابتن حكيم بن حسن طبعا المدير الفني للمجمع البترولي. مبروك طبعا، اداء مميز بصراحه من اول يوم ليكم في البطوله، لكن قولي لي النهارده المباراه بالنسبه لكم كانت ازاي؟ مساء الخير متفرجين، يعني هذه المقابله كانت مقابله يعني مصيريه لينا، واللي كنا محضرين لها يعني بالجد، وكنا حابين نربحوها ثلاثه اشواط لصفر خاطر لكن يعني اديناها تاديه جميله، وان شاء الله المقابله اللي تكون غدوه تكون يعني فينال بين الفريقين الاهلي والمجمع، وان شاء الله تكون مقابله جيده كما تاع اليوم. عايز اطمن الاول في البدايه على الاصابه اللي لحقت باحد اللاعبات عندكم، هي عندها ايه؟ ايه اللي حصل لها؟ ويمكن لعيبه مميزه جدا هي. بالفعل هي لاعبه مميزه، وعندها يعني قالوا لها عندها يعني في الركبه، في الركبه عندها الخارجي يعني هما يقولوا شويه صعبه. دوك نشوفوا الطبيب تاع الفندق وهو حيقول لنا اذا ممكن تلعب غدوه ولا ما تقدرش تلعب. جمهور النادي الاهلي مدى تاثيره على البطوله بشكل عام وعلى النادي الاهلي، شايفه الجمهور ده ازاي؟ تاثيره كبير 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 جدا، يعني نشكروا الجمهور الغفير والجميل، ويعني يعطي حافز للفرقه تاعو، وهذا شيء مفرح. يعني ان شاء الله نقدر نلعب بهذا الجمهور ان شاء الله. شكرا، كل الشكر طبعا والتقدير.